إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهابات المهبلية. ما هي أسباب الالتهابات المهبلية في الفتيات الصغار؟ الأسباب عديدة، منها جهل الأم في طريقة تنظيف طفلتها عند تغيير الحفاظة مثلا، تكون طريقة التنظيف عشوائية أو صعودا أو هبوطا ثم صعودا، فهذه الطريقة لا تزيل الجراثيم أبدا، بل تساعد على انتقالها من الشرج إلى مهبل الطفلة. وفي سن أكبر قد تدخل الجراثيم عن طريق يد الطفلة عند محاولتها اكتشاف جسمها أو إدخال جسمها أو إدخال شيء غريب داخل جسمها غير نظيف، أو قد تكون هذه الجرثومة نتيجة إصابة الطفلة بالديدان أو التهابات في البول، قد ينتقل إلى المهبل نتيجة تقارب فتحة البول من فتحة المهبل، وهذا شيء خطير جدا، ممكن يسبب تلف في المهبل أو ضمور في الخلايا السطحية، ممكن تتكاثر البكتيريا والجراثيم وتحصل أشياء غريبة جدا، ممكن تكثر الحبوب والفطريات والفطريات الكانديدا وأشياء كثيرة، يعني ممكن يسببون أمراض كثيرة. من الضروري الفحص المبكر للطفلة إذا كانت تعاني من أي إصابة أو أي ألم ولو بسيط في هذه المنطقة، ولو كان بكاء بسيط، من الضروري فحص هذه المنطقة من قبل أخصائي ودكتور وطبيب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم بإذن الله.